الفقره بتاعتي الاخيره دي مميزه جدا وكلكم بتستنوا. هنتكلم عن ايه النهارده؟ هنتكلم عن اهميه فيتامين د ونعرف ازاي ان هو جسمي محتاجه الفتره دي بنسبه مظبوطه او يبقى نسبته في جسمي مظبوطه. هنتكلم عن فوائده واهميته وازاي نقدر استفيد بيه وتبقى صحتي كويسه مع الدكتور علاء الدين مستشار العلمي لشركه بيكس فارما. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا استاذه؟ اخبار حضرتك ايه؟ بص حضرتك، هو مش الفقره المميزه، هو الاكل المميز. اولا بالنيابه عن الساده المشاهدين اقول لكم انا بقى انطباعي، شكل الاكل يجنن وريحه الاكل تجنن وبالتاكيد طعم الاكل يجنن. رب هتدوق طبعا بعد الهوا ده. اتكلم في ايه انا بقى؟ قولي لي دلوقتي. لا ما احنا هنحاول يعني، انا عايز اكل، انا مش قادر امسك نفسي. كلنا والله كلهم هنا ان شاء الله نخلص الهوا نختم على طول ونعمل كوبايتين شاي كده وحضرتك تدوق باذن الله. اولا انا سعيد جدا اني من فتره ما طلعتش مع حضرتك. انا اتعب طبعا. وطبعا فقرات اللي بعملها حضرتك دايما بتبقى فقرات مميزه زي اكلك كده بالظبط. ربنا يخليك. الله يخليك يا رب. الله يخليك يا رب. طيب عايزين نتكلم عن موضوع ايه اهميه فيتامين د. تمام. بص حضرتك دايما في فصل الشتاء اكتر حاجتين بنعاني منهم في فصل الشتاء هما حاجتين اللي اشوفهم، الام العظم بتزيد جدا في الشتاء. الحاجه الثانيه الامراض التنفسيه، العدوى بتزيد شويه. صح. وحاجه هتكتشف ان فيتامين د هو المحور في الموضوعين دول. وان احنا داخلين على فصل الشتاء. فاحنا لازم نهتم الفتره دي بفيتامين د. هو المفروض نهتم بيه على طول طبعا. السنه، بس الفتره دي دايما بنعيه ونلاقي الولاد تعبانه وصحتنا مش تبقى تمام، ناس كتير صحتها في الشتاء بتتعب. تمام. هو خلي بالك ان فيتامين د في فصل الشتاء بيقل شويه في جسم الانسان. ده طبيعي. ده طبيعي، لان احنا خلي بالك هو فيتامين د بيعتمد اساسا على الشمس والتعرض للشمس. واحنا اصبحت اسلوب حياتنا لا بنتعرض للشمس صح كتير ولا حتى كمان بناكل الاكل الصحي اللي المفروض ناكله. صح. يعني حضرتك مثلا ضربت مثال وبتعملي اكلك، جبت سيره البيض كتير. يعني من اكتر المصادر الاساسيه للفيتامين د هو صفار البيض. احنا ما بقناش نهتم، اسلوب حياتنا واسلوب اكلنا اختلف. فده كله بقى بيأثر في نسب فيتامين د. فعندنا بنعاني من حاجه اسمها ديفيشنسي في فيتامين دي، اللي هو الناقص في فيتامين دي. يعني حضرتك لو عملتي تحليل النهارده للناس اللي موجودين، اكيد واقع، اكيد ناقص 95% من الناس اللي موجودين هنا. هو هتلاقوا عندهم ناقص في فيتامين د. ناكلهم صفار بيض كتير. بقى وخلي بال حضرتك فيتامين د ده هو الاساس اللي احنا بنبني عليه. يعني مثلا لو حبينا نتكلم في مشكله العظم مثلا اللي احنا بنعاني منها في الشتاء. طبعا. هو العظم اصلا مكون من كالسيوم. طب هو مين اللي مسؤول عن ترطيب وامتصاص الكالسيوم في جسم الانسان؟ هو فيتامين د. يعني في ناس تقول لك بس انا الكالسيوم عندي كويس. بس انت عندك مشكله في فيتامين د. يبقى الاول لازم احلل لك مشكله فيتامين د الاول، عشان بعد كده اعالج لك كل المشاكل اللي تخص العظم وبالتبعيه تخش المناعه وتخص المناعه كمان. طيب. اول حاجه عندنا النهارده هنحل مشكله فيتامين د ازاي؟ ان انا عن طريق المكمل الغذائي. وعلى فكره لما اتكلم على المكمل الغذائي لازم اتكلم في المطبخ. لان هو من اسمه هو انا بكمل لك الغذاء بتاعك، لان هو الغذاء هو المفروض الاساس للفيتامينز والمعادن. او ساعات في بعض الاحيان بيبقى فيه اوريدي الجسم بيكون حاجات زي مثلا حاجه زي الكلوكوزامين والكوندروتين، دول الجسم اصلا بيكونهم دي حاجه خاصه بالمفاصل. طبعي. وهنتكلم في قصه العظم والمفاصل. تمام. فالنهارده بنتكلم على مكمل غذائي، يعني انا بمدي لك جسمك بالعناصر الغذائيه اللي الاكل ما بتاخدش كفايتك منها. ما بتاخدش النسبه. وبعدين حتى الحاجات اللي هي هتفيدني انا مش عارفه حصتي كام. صح. نسبتها يعني. صح. هو الموضوع. صح. سهل مش معقد. صح. الفكره ان انا اكيد مش هاخد النسبه الكامله من الاكل، عشان كده هو حضرتك ده الاساس اللي مبني عليه المكمل الغذائي. ان انا بعمل لك حاجه بتركيزات الجسم محتاجها من المصادر الطبيعيه. واول حاجه عندنا النهارده بنتكلم عليها البيتا بيكس. البيتا بيكس ده مصدر اساسي مكمل غذائي، مصدر اساسي للفيتامين د. التركيز بتاعه 2000 انترناشونال يونت، اللي هم 2000 وحده دوليه. وعلى فكره دي بيسموها ريكومندد دوز، يعني دي الجرعه الموصى بيها. الموصى بيها كمان كوقايه مش كعلاج. يعني انا مش محتاج حضرتك تروح تعمل لي تحليل في المعمل فتكتشف ان عندك نقص في فيتامين د عشان تاخد الفيتا بيكس. لا، بالجرعه دي انا بديها لك حاجه وقائيه. طيب. مش محتاجه تحليل او ان انا انزل اقيس النسبه كام بالظبط. اي شخص ممكن ياخد الجرعه. تمام. احتياجات الجسم من الفيتامين د في اليوم من 2000 من ال 4000. فانا بديك ال 2000. طيب لو النهارده واحد اوريدي بقى بيعاني من مشاكل في فيتامين د، ايه اللي بيحصل؟ ان انا هنا بديله قرصين مع بعض. اديته اللي هو الجرعه بقت قرصين. لو علاجي بديله قرصين. لو وقائي بياخد قرص. وبان انا بكمل على بتكلم على مكمل غذائي، يعني حاجه انت بيبقى روتين في حياتك بتاخده على طول. يبقى احنا الاول دلوقتي احنا حلينا مشكله، وموجود عندنا على الشاشه كمان. يبقى احنا الاول حلينا مشكله فيتا بيكس، فيتامين د، ان انا بديك النهارده قرص واحد في اليوم بعد الفطار او قرصين لو انت بتاخده عليه على حسب الحاله. يعني طبعا. الشخص مثلا لو عنده نقص في فيتامين د ياخد قرصين.
خلي بال حضرتك. طب ما انت تيجي، هو انا محتاج اروح المعمل عشان اتاكد ان عندي نقص فيتامين د؟ مكسل قوي يا دكتور. بس هو في اعراض ليه، يعني مثلا تلاقي عندك الالام في العظم يبقى فيتامين د، عندك تساقط الشعر يبقى فيتامين د، عندك الارق والنوم يبقى فيتامين د، عندك الاكتئاب يبقى فيتامين د، مشاكل في الاسنان يبقى فيتامين د. بالتالي هو مش اختياري بقى. مشكله انك تلاقي نفس الناس تقول لك انا بعمل انظمه تخسيس بس ما بخسش، يبقى فيتامين د، يبقى في الاخر تلاقي نفسك انت ايه، كتير بقى. يبقى هو على فكره هو الحجر الاساسي في معظم الامراض. تمام، يبقى في الاخر انا هاخد فيتامين د. احنا جبنا سيره الكالسيوم، وخلي بقى حاجه، احنا قاعدين في المطبخ فبنقول ان المفروض احنا عندنا مشاكل مع الكالسيوم، ان احنا من صغرنا ما بناخدش الجرعه المفروض اخدها في الكالسيوم. صح، يعني مثلا علمونا كده في التغذيه، يقول لك ايه المفروض ان كل انسان لحد سن 12 13 سنه ياخد 3 وحدات من الكالسيوم، اللي هو 3 وحدات لبن، لان هو المصدر الاساسي للكالسيوم هو الالبان او منتجات الالبان. بالظبط، 3 وحدات، يعني تشرب 3 كوبايات لبن في اليوم، او كوبايتين لبن وكوبايه زبادي، او 3 كوبايات زبادي، ده ما بيحصلش. بالظبط، فبنيجي بقى على سن ال 40 نلاقي عندنا بقى مشاكل في العظم، واسناننا بتقع، واسناننا بتقع، او مع مشاكل الشتاء. مشاكل الشتاء، يعني انت عندك مشكله في كالسيوم اصلا، فيبتدي كمان. عشان كده يا دكتور الناس بتتعب في الشتاء، يعني دايما الستات الكبيره مثلا او الرجاله الكبيره برضه عشان ما نخاطبش الستات بس، تقول لك انا في الشتاء بصحى ظهري واجعني ورجلي واجعاني وعظمي مكسر، ده بيبقى سبب نقص نسبه الكالسيوم في جسمها. الكالسيوم وفيتامين د الاثنين. وفي حاجه كمان سبب كمان في الشتاء، تلاقي حضرتك تدفق الدم بيزيد في المناطق الداخليه او الاعضاء الداخليه زي القلب والرئه، وبيقل في العظم. عشان كده لما حد يجي يشتري مشتكي عندنا من الام العظم نقول له ايه، دفي نفسك. انا عايز ارفع درجه حراره او ازود تدفق الدم في حته العظم. وسبحان الله برضو العظم حقيقي هو فيه باقي السائل اللزج، فالسائل اللزج ده مع درجه الحراره منخفضه هتلاقي اللزوجه بتاعته بتزيد، فاللزوجه بتزيد ده بيأثر على العظم. يبقى انا محتاج النهارده اخلي عظمك كويس عشان الشتاء ما ياثرش فيه. صح، واحنا نلحق من بدري بقى، اللي هو يعني بقى بديله اللي هو الكالسيوم بتاعنا اللي هو سيل زيت باكس، وبرده موجود عندنا على الشاشه. يبقى انا الاول اديتك فيتامين د، اديتك المصدر الثاني للكالسيوم اللي هو السيل زيت باكس. تمام. طيب احنا خلي بال حضرتك، احنا بنتكلم على عظم وبالطبيعي هنتكلم على مفاصل. ولازم نعرف يعني ايه مفصل برده عشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين يعني ايه مفصل. التقاء اي عظمتين ببعض عن طريق الاربطه والغضروف بيسموهم مفصل. مفصل ركبه، مفصل كتف، مفصل حوض، كل دي اسمها مفاصل. وبرده بتزداد الام المفاصل في الشتاء. صح، تمام. هو الشتاء مشاكله كتير. هو مشاكله كتير، خاصه مع الناس الكبار في السن، وحتى والله مع الناس الصغيرين كمان. دلوقتي من عشرينات يا دكتور، والله بنلاقي الناس تقول لك رجلي وجعاني، ظهري وجعني، رقبتي بتطقطق، يعني بقيت المشاكل من واحنا صغيرين، مش سن كبير. بص حضرتك، عايزك بس تفتكري كلمه بطقطقه دي. بطقطقه، لان النقطه دي بقى هنتكلم فيها دلوقتي حالا. طب حلو، لما نيجي نتكلم على المفصل، خلاص اتفقنا. المفصل التقاء اي عظمتين ببعض عن طريق الاربطه وبينهم غضاريف، ده بيسموه مفصل. فائده الغضاريف ان هي بتمنع احتكاك العظم ببعضه عن طريق في سائل بينها بيسموه الهيلوريك اسيد، ده موجود السائل ده بين الغضاريف دي، بيمنع احتكاك العظم ببعضه. او في الاول بيمنع تاكل الغضاريف، وبعد كده الغضاريف لما تتاكل العظم يحك ببعض، فنخش في خشونه الركبه. تمام، ده مصر كلها بتشتكي من خشونه الركبه. تمام. صح. وعلى فكره اول عرض من خشونه الركبه تسمع صوت طقطقه. اول ما تسمع يعني لما حد يا دكتور يبقى مثلا كان قاعد او كان بيصلي وقايم يسمع طقطقه في الركب، دي بدايه خشونه. ياخد بالي هنا جوينت باكس، المستحضر الثالث بتاعنا. هو قصه الاربطه والغضاريف في المفصل. هو ايه اللي بيحصل؟ جسم الانسان في الاول، واحنا قلناها في الاول، هو بينتج مواد، المواد دي هي مسؤوله عن صحه الاربطه والغضاريف. هي المواد دي جلوكوزامين، ده الجوينت باكس يا دكتور. جوينت باكس ده هو قزم المفاصل وصحه المفاصل. يعني ده تارجت كده للناس اللي عندها مشكله في المفاصل. ده او الناس اللي هتعاني من مشكله المفاصل، او ممكن بما ان هو مكمل غذائي بياخده كوقائي كمان. وقائي عشان الركبه ما تتعبنيش. او اي مفصل. هقول لك ليه بقى. هو النهارده جسم الانسان بينتج مواد، المواد دي مسؤوله عن صحه الغضاريف والاربطه. يجي على راس هذه المواد حاجه اسمها جلوكوزامين، حاجه اسمها الكوندروتون، حاجه اسمها الهيلوريك اسيد. على فكره الهيلوريك اسيد ده اللي هو السائل اللزج اللي هو بين الغضاريف. اللي هو مع تقدم السن السائل ده بيقل، بيروح. فاللي بيحصل الغضاريف تتاكل، فنخش في ايه؟ خشونه ركبه، وممكن نخش في تغيير مفصل. يبقى انا محتاج النهارده اديك حاجه هي مصدر ويبقى مكمل غذائي للكلوجوسامين والكوندروتون والهيوريك اسيد، ده اللي موجود عندنا في الجوينت باكس. يعني لو حد يا دكتور بيشتكي من مشاكل في ركبه، هيبقى جوينت باكس مظبوط جدا ليه. او لو لسه داخل على الطقطقه اللي قلناها دي. أيوة. هيبتدي برضو ياخد الجوينت باكس كوقايه. بس هو سيره ميزه المكمل الغذائي ان انا بديك مصادر طبيعيه علشان نعالج مشكله كبيره بعد كده. تمام.
يعني مثلا حضرتك، هي على فكره المفاصل برضو مش خاصه بالناس الكبيره في السن، هي منتشره في الناس الكبيره في السن. يعني الناس اللي بتلعب رياضه بطريقه غلط، ست البيت اللي بتتحرك بطريقه غلط، تشيل السجاده بقى والمرتبه والحاجات الكتيره دي، الناس لما تتخبط كل ده. خلي بالك انا النهارده بحلل لك هذه المشكله عن طريق الجوينت بيكس. يبقى الجوينت بيكس على فكره هو دايما هيبان على الشاشه ان هو عباره عن 5 في 5. هو فيه 5 حاجات وبيعمل 5 حاجات. هو فيه جلوكوزامين بتركيز 500 مللي جرام. على فكره احتياجات الجسم في اليوم من الجلوكوزامين 1500. والمصدر الاساسي للجلوكوزامين على فكره في جسم الانسان هو الاسماك مثلا. وده برضو احنا ما بنحافظش على الاكل الاسماك بصوره منتظمه. انا واحده من الناس ماليش في السمك. تمام. مع ان السمك على فكره هو مصدر اساسي، طبعا هو مصدر اساسي، وعلى فكره هو مصدر فيتامين د برضو. يبقى هو مصدر اساسي للجلوكوزامين. ده ما بيحصلش مع تقدم السن والعادات السيئه الخطا. اللي بيحصل الجلوكوزامين اللي بينتج من جسم الانسان ما بيقدرش يعوض الاربطه والغذيف يجددها. فانا محتاج النهارده اديك مكمل غذائي مصدر الجلوكوزامين عشان احافظ لك على صحه الاربطه والغضاريف وبالتبعيه المفاصل. صح. خلي بالك حاجه، احنا قلنا احتياجات الجسم 1500. الجوينت بيكس فيه تركيز 500. في الحالات الوقائيه انت ممكن تاخد قرص واحد في اليوم. انما في الحالات العلاجيه بتاخد قرصين، يعني بديك 1000 جلوكوزامين. وخلي بالك حاجه، انا بخلي جسم يعوضك بال 500 التانيين. من ضمن برضه مكونات الجوينت بيكس في الكوندروتون تركيز 100 مللي جرام. وفي الهيلوريك اسيد اللي هو السائل اللي ما بين الغضاريف بتركيز 50 مللي جرام. طيب هو الجوينت بيكس اكتفى بكده وبسالك؟ لا. في بعض الناس او معظم الناس اللي بيبقى عندها مشاكل في المفصل بيبقى في بيحصل تورم. ده الحاله بتسوء بقى. ايوه. بيحصل تورم والم. من ضمن مكونات الجوينت بيكس في الجينجر، والجينجر ده على فكره اللي هو مستخلص الزنجبيل. والزنجبيل هنا بيشتغل كمسكن للالام وبيحسن من الدوره الدمويه في المفصل اللي احنا ده حاجه طبيعيه الشتاء بقى. الشتاء بنعاني من الدوره الدمويه بتقل طبعا. فانا بديك الجوينت بيكس عشان يحسنك الدوره الدمويه في منطقه المفصل ومنطقه المصابه. الحاجه الاخيره في مكونات الجوينت بيكس اللي هو البرومالين اللي هو مستخلص الاناناس. مستخلص الاناناس ده بيبقى مضاد للتورم. يبقى الجوينت بيكس بيعمل 5 حاجات. ايه هم؟ حاجات كتيره قوي. يعني حلو ان فوائده كتير. جوينت بيكس اولا بيسهل من حركه المفصل. لان انا عندي مشكله في الناس اللي بتعاني من المفصل يقول لك ركبتي ساعات بتخني، فبيبقى عندي مشكله في الاربطه. يبقى بيسهل من حركه المفصل. الحاجه الثانيه بيقوي العظم. الحاجه الثالثه هو مسكن للالام. الحاجه الرابعه اللي هو مضاد للتورم. الحاجه الخامسه اللي هو بيقوي لي العظم. تمام. دول ال5 حاجات اللي بيعملهم الجوينت بيكس. سهل حركه، مسكن للالام، مضاد للتورم، بيقوي العظم، وبيحافظ كمان على السائل، بيمنعني بعد كده من حته خشونه الركبه. ده ببساطه اللي الجوينت بيكس بيعمله. فانا شايفه فوائده كتير جدا، ويحل مشاكل اي حد بيعاني من مشاكل في الركبه. ومكمل غذائي. شو حضرتك بتقولي ايه؟ قلت لي دي حاجات طبيعيه. لما بكلمك على الجينجر هو مستخلص الزنجبيل، او بكلمك على البرومالين هو مستخلص الانس، هو ما هو اسمه مكمل غذائي. طيب هل النهارده ليه جرعه في العلاجي وليه جرعه بالوقائي؟ الجرعه دي يا دكتور بيعرفوها من خلال ارقام التليفون طبعا، او طريق التواصل. لو هم عن طريق على فكرة ارقام التليفون. حضرتك اصلت نقطه مهمه جدا، احنا ارقام التليفونات موجوده في الشاشه. وعلى فكره الناس اللي بترد على ارقام الناس المتخصصه بيسالوك يعرفوا مشكلتك عشان يحدد لك انت محتاج ايه. انت الجرعه بتاعتك هتاخد وقائي ولا تاخد علاجي؟ علاجي. طيب خلي بالك احنا بنتكلم على كورس عظام. كورس عظام يعني بيتكون من اكتر من مستحضر. اخر حاجه بس عايز اتكلم عليها القلب ملتفيت، لان احنا عندنا مشكله في المناعه. فالقلب ملتفيت هو مصدر للزنك ومصدر للكالسيوم، فكل ده بيحافظ، وفيتامين سي، فكل ده بيحافظ. ده مقوي عام بقى او مكمل غذائي عام. تمام. يقدر وحتى هيبان دلوقتي على الشاشه الكورس بتاعنا الكامل اللي هو فيه 4 اصناف. انا خلي بالك بعمل لك امبريلا، بعمل لك مظله كده عشان حضرتك يعني ملم بكل المشاكل اللي الناس دايما بتشتكي منها، سواء حضرتك ذكرت البشره والشعر والركبه والظهر والمشاكل. دايما الناس تقول عليها. تمام. فشايف الموضوع شامل. طول الشتاء احنا بنعاني من هذه الحاجات، فاحنا محتاجين نديك حاجه مكمل غذائي، او بقى مش مكمل غذائي، نديك امبريلا كده، مظله من مجموعه مكملات غذائيه تحافظ لك على كفاءه العظم والمفاصل وتقوي المناعه بتاعتك. يعني ان شاء الله الناس كلها تكون استفادت بفقرتك. تسمحي لي بس في ثانيه كده اقول الجرعه. بس اتفضل. النهارده بما ان احنا بنتكلم على كورس من اكتر من مستحضر، بنقول ان هو بعد الفطار بتاخد قرص قلب ملتيفيت مع قرص فيتامين دي. بعد الفطار، بعد الغداء باخد سيدي زيت بيكس اللي هو مصدر للكالسيوم، وبعد العشاء باخد قرصين جوينت بيكس. خلاص، يبقى صحتنا بقى تبقى زي الفل، مفيش يبقى اي مشكله. كمناعة وكعظم، كوقائي وكعلاجي.
يعني نورتني يا دكتور علاء. الله يخليك يا رب. الله يخليك. مبسوط جدا بوجود حضرتك، وان شاء الله دايما منورني في مطبخ الحياه وتفيد الناس اكتر واكتر. لا وهناكل وهناكل بقى، لان هنختم سريعا وارجع لحضرتك على طول. نورتني يا دكتور. شكرا فندم. شكرا فندم. شكرا. نورتوني انتوا كمان والله. كان نفسي ازين معاكم طبعا زينا دول من قبل الهوا بقى، احنا جايين هنا من بدري. كان نفسي ازين معاكم كل خطوه. هقول لكم على حاجه اخيره قبل ما اختم. الباستري كريم اللي احنا عملناه على ايدينا لما خلطه مع الكريم شانتيه هيبقى الشوفست كريم اللي اقدر احشي بيه الاكلير. لو عايز تحشي بكريم شانتيه ساده مفيش مشكله، بس الميكسين دول مع بعض الباستري البيتي والكريم شانتيه اللي عملناه بلبن وميه بيبقى برده لطيف جدا. سيبكم في رعايه الله، اشوفكم بكره على خير، وكل حاجه تنزل على صفحتي بالتفصيل مطبخ توته مراد وعلى صفحه قناه الحياه ويوتيوب قناه الحياه. السلام عليكم.